السلام عليكم ورحمة الله. هذا اليوم مع الجيد المستوى السادس صفحة 26 تقويم التعلمات ودعمها وتوليفها. إذا دائما حاولوا الإنجاز ثم التصحيح من خلال الفيديو. إذا العدد 3,005,000 هو، إذا دائما نستعمل جدول العد هنا، يمكنكم استعماله ذهنيا وتتعرفون على الجواب، ولكن أنا أحاول الشرح للذين ما زال يعني كتابة الأعداد بالأرقام يعني يشكل صعوبة بالنسبة لهم. إذا مثلا 3 ملايين، إذا هذا هو جدول العد، الوحدات فصل الوحدات البسيطة، فصل الآلاف، فصل الملايين، فصل الملايير، كل واحد فيه وحدات عشرات مئات. إذا لاحظوا 3 ملايين، آتي إلى الملايين وأكتب 3 ملايين، ثم 5,000، آتي إلى الآلاف وأكتب 5، لأن 5 وحدات، 5 في الوحدات. وما تبقى أملأه بالأصفار، إذن تكتب على الشكل التالي 3,005,000، وبالتالي الجواب الصحيح هو وهذا 3,005,000، يعني ب هو الجواب الصحيح. جاي العدد 10,000، العدد بنفس الطريقة، إذن أضعه في الجدول. إذن لاحظوا أبدأ من الوحدات، يعني هنا إذن 8, 7, 6، ثم 5, 2, 3، ثم 4، ثم 1. إذا المطلوب هو عدد ماذا؟ عشرات الآلاف. إذا هذا هو الآلاف وهذه هي العشرات، يعني هنا 1,432. إذا 1,432، إذا هذا هو الجواب الصحيح. ثم الآن العدد بنفس الطريقة، إذا نضع العدد في الجدول، جدول الألعاب. إذا لاحظوا جيدا لدي 7 في، لاحظوا هنا 1 مليون، يعني 7 في الملايين. إذا آتي إلى الملايين وأكتب 7، ثم 5 في الآلاف، إذا آتي إلى الآلاف وأكتب 5، ثم 3 في العشرات، إذا آتي إلى العشرات وأكتب 3، وأملأ الفراغات بالأصفار. إذا تصبح 7,035,030. إذا 7,035,030، إذا هذا هو الجواب الصحيح. جيد. الآن المجموع 15.9 + 3.16. إذا نقوم بالعملية، ننجز العملية ثم نرى أين هو الجواب الصحيح. إذا 15، إذا دائما اللي كيصعب عليه الوضع يدير الطريقة هذه، 3.3 نقط. إذا 15.9 + 3.16، ثم الفراغات يمكن ملؤها بالأصفار. إذا 0 + 6 = 9 + 1 = 10، أضع الفاصلة، 5, 8, 9, 1، إذا 19.06، إذا هو هذا الجواب الصحيح، 19.06. ثم العملية الموالية، إذا 145.4 - 87.6، إذا 14 - 6 = 8.15 - 8 = 7، 14 - 9 = 5، و1 - 1 = 0، إذا 57.8، وبالتالي الجواب الصحيح هو هذا، 57.8. ثم أخيرا عملية الضرب، 72.5 ضرب 42.6، قلنا في الضرب الوضع لا مشكلة. إذا هنا 30 6 ضرب 2 = 12 + 3 = 15، 6 ضرب 7 = 42، 43، أضع الفاصلة، 2 ضرب 5 = 10، 2 ضرب 2 = 4 + الاحتفاظ 5، و 2 ضرب 7 = 14. ثم نقطة ثانية، 4 ضرب 5 = 20، 4 ضرب 2 = 8 + 12، 4 ضرب 7 = 28 + الاحتفاظ 29. ثم أجمع، 0 5، طبيعة الحال الجمع 8 8 10 3. لدي 1 2 في الجزء العشاري، 1 2 في الجزء العشاري، إذا 3,088.50، وبالتالي الجواب الصحيح هو وهذا، 3,088.50 أو 5 بحال بحال. إذا هذا هو الجواب الصحيح، لأن هنا الصفر يعتبر زائد.
ثم الآن لدينا ثلاث مستقيمات دي واحد ودي اثنان ودي ثلاثة، بحيث إذا دي واحد عمودي على دي اثنان، إذا نرسم الشكل. إذا دي واحد عمودي على دي اثنان، إذا أضع مثلا هذا دي واحد، ثم وسط الكوس أرسم العمودي هكذا. إذا العمودي أضع الكوس دائما ضلع صغير على المستقيم وأصم ثم أمدد. طبعا حل الزاوية قائمة. إذا دي واحد عمودي على دي واحد، عفوا دي واحد عمودي على دي اثنان، إذا هذا دي اثنان، دي واحد عمودي على دي اثنان، ثم دي اثنان عمودي على دي ثلاثة، يعني دي اثنان وثلاثة متعامدان، إذا اثنان وثلاثة هذا هو اثنان، إذا أضع عليه الكوس لأرسم العمود عليه هكذا، ثم أمدد. إذا هذا دي ثلاثة. إذا السؤال المطروح هو ماذا نستنتج؟ إذا لاحظوا عندنا دي واحد عمود على دي اثنان ودي ثلاثة عمود على دي اثنان، إذا دي واحد ودي ثلاثة بما أنهما عموديان على نفس المستقيم فهما متوازيان، إذا دي واحد يوازي دي ثلاثة، إذا دي واحد يوازي دي ثلاثة، وبالتالي هذا هو الجواب الصحيح. ثم الآن عفوا دي واحد يوازي دي ثلاثة، إذا هنا الاختيار هذا وليس هذا، دي واحد يوازي دي ثلاثة. جيد، هنا لدينا ثلاث مستقيمات بحيث دي واحد يوازي دي اثنان ودي اثنان يوازي دي ثلاثة، يعني المستقيمان هذو متوازيان وهذو متوازيان. من طبيعة الحال لاحظوا راه إلا كان عندنا مستقيم كيوازي مستقيم، أي مستقيم تالي ترسمتيه كيوازي أحدهما سيوازي الآخر، إذا غيكونوا ثلاثة متوازيين، وبالتالي إذا إلا كان دي واحد يوازي دي اثنان ودي اثنان يوازي دي ثلاثة، ماذا أستنتج؟ أستنتج أن دي واحد يوازي دي ثلاثة، دي واحد يوازي دي ثلاثة، إذا الجواب صحيح، إذا هنا فعلا هي الجواب الصحيح، دي واحد يوازي دي ثلاثة أيضا. هنا واحد ميجا يساوي، إذا كنعرفوا بأن الجدول عندنا هو، إذا كاين الجيجا أوكتي وكاين الميجا أوكتي وكاين الكيلو أوكتي، كل وحدة كنقسموها على ثلاثة، هذا هو الجدول. إذا واحد ميجا راه يساوي 1000 كيلو أوكتي، إذا الجواب الصحيح هو واحد ميجا يساوي 1000 كيلو أوكتي. قطعة أرضية على شكل مستطيل قياس طوله 12.1 متر وقياس عرضه 8 متر، إذا قياس محيطه هو، بما أنه مستطيل نعلم أن محيط المستطيل هو الطول زائد العرض ضرب 2، إذا الطول هو 12.1 زائد العرض هو اللي هو 8 ضرب 2، إذا هنا تعطينا 20.1 ضرب 2 تساوي، إذا 2 في 1 2، 2 في 0 2 في 2 لدي رقم، إذا 40.2 40 متر فاصلة 2، وبالتالي الجواب الصحيح هو 40.2، هذا هو الجواب الصحيح 40.2 وليس متر مربع، هذا خاص بالمساحة، أما هو قال يقيس محيطه. جيد، الآن حق المربع الشكل قياس طول عليه 60 متر قياس مساحته، إذا مساحة المربع، إذا نعلم أن مساحة المربع هي الضلع في الضلع، إذا مساحة المربع هي الضلع في الضلع، إذا هي 60 ضرب 60، 6 ضرب 6 36، وأضيف الصفرين بطبيعة الحال متر مربع، إذا 3600 متر مربع، إذا هذا هو الجواب الصحيح. ثم الآن ترتيب الكتل 2 طن أو طنان 300 كيلوغرام 5 قنطار من الأكبر إلى الأصغر، إذا لابد من وضعها في الجدول، إذا هذا هو الجدول
قنطار إلى آخره. إذا لدينا 2 طن و300 كيلوغرام، إذا 2 طن ثم 300 كيلوغرام رقم الوحدات في الوحدة يعني هنا، ثم لدينا 5 قنطار يعني هنا. الآن نحول إلى نفس الوحدة، إذا نحول إلى الكيلوغرام. إذا المطلوب هو من الأكبر إلى الأصغر، إذا أكبرهم هي 2000 بمعنى 2 طن، ثم تليها 500 بمعنى 5 قنطار، ثم 300 كيلوغرام هي الأخيرة. إذا الجواب الصحيح 2 طن 5 قنطار، إذا 2 طن 5 قنطار ثم 300 كيلوغرام. إذا هذا هو الجواب صحيح. إذا إلى هنا أنهينا تمارين الصفحة 26، أتمنى تكونوا قد استفدتم. شكرا والسلام عليكم.